ده كرة حلو. اليد ولا كرة القدم؟ حلو ده. ايه؟ للأسف في منتخبات كتيرة. القدم، لا القدم. خلينا في القدم، حاضر. ماشي. رؤيتك ايه للي جاي؟ من بداية الاختيار كمان خلينا نقول. أنا عندي مبدأ ماشي عليه من زمان، من وأنا صغير عندي 5 سنين. إن طالما في واحد جه في منصب وطني ومنصب يمثل منتخب مصر لازم أدعمه. برافو. طالما الاختيار بالنسبة لي من أي ناحية فنية غير فنية، ليا انتقادات، ليا كلام كويس عنه، لكن في النهاية دعم الكامل لحسام وإبراهيم حسن، لأن في النهاية أنا رأيي لن يغير من الأمر شيء، لأنه تم اختياره. لما نيجي نتكلم عن حسام حسن، تاريخه كويس جدا كلاعب، تاريخه كويس تدريبيا، عمل أرقام كويسة، لكن هو لم يحظى بنيل شرف أنه خد أي بطولة. لكن في النهاية ربنا يسهل له وياخد بطولة مع منتخب مصر، يعني أول بطولة ياخدها مع منتخب مصر، نتمنى ذلك. حسام حسن على المحك، بمعنى بقاله فترة كبيرة جدا بيتمنى يأتي على رأس القيادة الفنية للمنتخب. صحيح. تمام، ربنا اداك هذه الفرصة. يعني أنا كناقد رياضي وزملائي كنا نتمنى يجي حسام حسن من زمان. ليه؟ عشان خاطر إنه دايما إحنا بيتقال إن إحنا بنختار غلط وحسام موجود. حسام خد الفرصة وهياخد الفرصة، نتمنى إنه يتشبث بيها وينجح، عشان خاطر حتة إن إحنا ظالمين حسام حسن كنقاد رياضيين أو كإدارة الكرة في مصر، ظالمينه ما اختاروش، أهو تم اختياره ونشوف هو هيعمل إن شاء الله. نتمنى يعمل حاجات كويسة، وهو مقبل على مباريات مهمة. يعني خلي بال حضراتكم، أول حاجة هيعملها لمنتخب مصر يؤكد بعون الله أو يكون التأهل لكأس العالم من خلاله إن شاء الله، ودي أنا متفائل بيه، وأتمنى أن يكون عنده حسن الظن بيه. البدايات تفرق كتير جدا معاه. طب عشان البدايات خلينا نتكلم عن بداية الاختيار للجهاز الفني بتاعه. امبارح تم الإعلان خلاص، أكيد أنت اطلعت على الأسماء. مش هنقيم ولا نقول رأينا، بس هنتكلم فنيا، خليني أعرف رأيك برضو. هو حسام حسن بيختار الجهاز بتاعه وبيشتغل معاه في كل حتة، ما فيش ولا واحد فيهم فشايف أن يعني لم يحققوا نجاحات، بمعنى أصح كحصول على بطولات، فربما ده يكون مؤشر ليس الأفضل يعني، ولا عايز تقول إيه؟ بصي، مش عايز أقول كده، عايز أقول أنه هو مش لازم الشخص يبدأ ببطولات في أندية عشان ياخد بطولات مع يعني المنتخب. شايف ممكن أسماء كانت تتعدل مثلا؟ في أسماء كانت موجودة مثلا، مع الاحترام الكامل للكابتن حسام البدري، والكابتن يعني خد بطولات كثيرة جدا لكن لم يوفق مع المنتخب. في أسماء مثلا زي المدير الفني مثلا بتاع كوت ديفوار، يعني الراجل اشتغل بدأ البطولة مساعد خد البطولة يعني. يعني الراجل ايه؟ مش معيار يعني، مش معيار. لأن معيار النجاح انه يكون عنده استعداد ينجح، توافر له أدوات النجاح، بمعنى ان هو المفروض انت دلوقتي جيت على راس الاداره الفنيه لمنتخب مصر، كل طلباتك اصبحت مجابه، كل اللي انت عايزه تم تنفيذه، اخترت محمد عبد الواحد مدرب مساعد موجود، طارق سليمان مدرب عام موجود، صعفان الصغير موجود، وليد بدر مدير اداري، وفي مدير منتخب. يعني انا الحته دي بس مستغربه شويه، يعني في مدير، انا حق ان انا يعني لا مش انت الوحيد اللي استغربتها، الناس كتير اتكلمت في النقطه دي. يعني بدري موجود مدير اداري للمنتخب، وفي مدير المنتخب، ولما نيجي نتكلم يعني في حاجات بلاش نتكلم فيها عشان خلينا ايه، هي ممكن ما نتكلمش فيها ان احنا ننتقد، بس ممكن يبقى عندنا قلق او علامه استفهام صغيره، عايزين نفهم عشان ده بيبقى مؤشر للي جاي. بالظبط. انا نفسي اعرف بس يعني كلمه مدير منتخب يعني ايه، يعني ايه لفظه مدير منتخب، يعني يدير المنتخب باي كيفيه، يعني الجوب ديسكريبشن ايه اصلا، ايه المهام بتاعتها. يعني نفسي امبارح، حتى امبارح انتشرت على السوشيال ميديا وطبعا في مواقع التواصل والمواقع الرسميه الخاصه باتحاد الكوره، منشور المرتبات. يعني المنشور حتى المرتبات كام بقى المرتبات عندك الارقام؟ ما هو موجوده. طب قول. 1,000,000 جنيه لحسام حسن، 750,000 جنيه لابراهيم حسن كمدير المنتخب، 200,000 جنيه لطارق سليمان. الفلوس. طب 1,000,000 جنيه ده مش قليل والله يا استاذ بنعم، يعني حلال حلال على الكل لو ورونا ما يسعد الجمهور. يعني هو انا امبارح حسبتها، قعدت احسب ما سابهمش، خلي بالك. لا بس بدون حسد والله. بس 1,000,000 جنيه ده قليل قوي. 1,000,000 جنيه يعني 20,000 دولار، يعني 20,000 دولار. خلينا يعني 1,000,000 جنيه بالفلوس بالدولار دلوقتي 20,000 دولار.
حسام حسن بيقول 15000 دولار، ابراهيم حسن 15000 دولار ب 35، يعني ممكن الجهاز كله يوصل له حوالي 60000 دولار 70000 دولار. يعني اقل ولا حاجه كان بيتقدم ولا حاجه. بس اهم حاجه بقى انت كمصري وجهاز فني جاي مدعوم من السوشيال ميديا ومدعوم من الجماهير ومدعوم من كل الناس، مطالب بقى ايه؟ 1 2 3 الامور تبقى مختلفه تماما عن اداره الانديه. ليك تجربه مع الاردن استاذ عبد المنعم، كنت عايز يعني اسالك على التفصيله دي. لان في ناس بتتكلم عن النقطه دي وكانها نقيصه وكانها مشكله نقيصه، فكره ان نقيصة. هو ما عندوش هو او غيره اي مدير فني يتصدر عنده تراكيب حلوه. لا 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 قوي يعني. يعني في ناس بتشوف ان المدرب اللي بيتولى مسؤوليه قياده منتخب لازم يبقى عنده خبرات سابقه في قياده منتخبات مش انديه. هو مش المفروض ان المدير الفني للنادي، مدير فني جيد للنادي بيشتغل في ضوء او في اطار المتاح قدامه من اللعيبه اللي بيملكهم النادي؟ اكيد. لكن في حاله المنتخب المفروض ان القماشه بتبقى اعرض بكتير وعنده فرصه ان هو يعني يقول اللي هو عايزه من اللاعبين المحليين وحتى الدوليين، فمش المفروض ان تبقى مهمته بالتالي اسهل نسبيا ده مدير فني المنتخب؟ ولا انا بقولها غلط؟ لا، هو في ناس مدارس يعني بيقول انا مثلا المدير الفني المنتخب بيجي يدرب اللعيبه كل فتره وفتره، بيبقى الرؤيه قدامه متاحه وعنده لعيبه موجودين وهو شايف كل حاجه، لكن هو بيجي يعطي فكره التدريبي من خلال المعسكرات وخلال المباريات، فبالتالي الفكر بتاعه مش بيوصل بالدرجه الكافيه غير المعايشه اليوميه. المعايشه اليوميه للمدير الفني للنادي مختلفه تماما عن المعايشه بتاعه مدير الفني المنتخب. هو بيجمعهم سبع مرات، هو اقصى حاجه بيلعبها المدير الفني المنتخب حوالي سبع مباريات في الموسم او في العام او ثمان مباريات. فتخيلي حضرتك بيقعد معاهم ثمان مرات فقط، ثمان مرات غير المدير الفني معاهم كل يوم. وخلي بالكم احنا عندنا في نقيصه في مدربينا سواء على المنتخبات والانديه، ان احنا مش كل المدربين بيعيشوا اللاعبين لمده 24 ساعه. احنا عندنا في مصر ان المدير الفني بيجي بالساعتين بتاعه التدريب ويمشي وسلام عليكم، كانه مفيش حاجه، ويسيب اللعيبه ويسيب الاداره الفنيه ويجي يتواصل معهم تاني يوم. مفيش المعايشه الكامله. هو في مواعيد حضور وانصراف يعني؟ لا مش حضور وانصراف، هو مش موظفين، لكن ما هو ده اللي انا بقوله. لا في متابعه، في مثلا تدريبات صبح وليل، في تدريبات مثلا لازم في تواصل مستمر، في تواصل اللي هو معاه جهاز المساعد بتاعه، في تواصل معاهم، ده نفذ البرنامج التدريبي بتاعه، يبقى في تواصل. ده مش موجود في معظم الانديه المصريه، وده اللي مخلي في فجوه كبيره جدا بين اللاعب وبين المدير الفني. وده بره مش موجود الكلام ده. هو في مساحه انه يزودوا عدد مرات لقاءات المدير الفني بعد؟ لا هو لو عايز هيعمل، هو لو عايز ما هيقعد يخضع له هو. بس ده اكثر مع الاجنبي ولا مدير فني في مصر؟ ثواني بس علشان انسى، عشان ما انساش، في مدير فنيين في مصر مش شغالين مدير فنيين بس، في مدربين، في سماسرة عقارات، في ناس حاجات كتيره يعني. طب يحسنوا دخلهم يا استاذ عبد الله. ما يحسن دخله بس مش على مش على والله. بص اقول لك الحاجه، في ناس شغالين يعني بيمتهنوا مهن تانية، وفي ناس تجار، وفي ناس بيبيعوا عربيات، وفي ناس بيبيعوا عقارات، وفي طب ما تقول اسامي بقى. لا مش هقول اسامي.